بيكم فيديو جديد. انا ندى من قناة نوني كيوتي، وان شاء الله الفيديو اليوم حيكون عن ريفيو عن حمض الهيرونيك من مجموعة ناو. قبل ما اتكلم عنه عايزة اديكم فكرة عن حمض الهيرونيك. الهيرونيك هو بيتواجد في معظم منتجات العناية بالبشرة والجلد على صيغة حرفين HA وصوديوم هيالورونيت. وانا حابة اوريكم انتو لو كنتوا بتعرفوا كل منتج واسمه بينكتب عليه على علب الكريمات والسيرم والغسول، كده هتقدروا تستفيدوا وما هتحتاروا كتير لما تيجوا تختاروا المنتجات المناسبة معكم. نرجع لحمض الهيرونيك، هو عبارة عن مادة تنتج بشكل طبيعي داخل الجسم، تعمل كمغناطيس لجذب الماء والسوائل داخل خلايا الجسم، عشان كده بيساعد الخلايا انها تكون منتفخة ومشدودة وبتظهر بشكل صحي. تقريبا 1 جرام من حمض الهيرونيك يقدر انه هو يذوب لي ما يقارب 6 لتر من الماء، يعني ببساطة ترطيب كبير وعميق بصورة ما ممكن تتخيلوها. نيجي نتكلم عن فوائد حمض الهيرونيك للجلد والبشرة. طبعا نحن عارفين كل ما كان الجلد رطب ومشبه بالرطوبة هيظهر بشكل ممتلئ ومشرق وصحي. الخطوط الدقيقة والتجاعيد حتى العميقة مع الترطيب القوي من حمض الهيرونيك هتبدأ تدريجيا إنها هي تختفي. عشان كده بيعتبر حمض الهيرونيك من أهم المنتجات التجميلية في علاج علامات تقدم السن. كمان هو بيناسب جميع أنواع البشرة الجافة الحساسة الدهنية. كمان هو جدا آمن مع الحوامل والمرضعات. كمان هو بيعتبر مضاد الأكسدة وبيحارب الشوائب الحرة اللي هي بتعمل لي ضرر للخلايا. في ناس كتير بيخافوا من حمض الهيرونيك، بيفتكروا انه هو حمض يعني هيعمل تقشير، يعني هو ما آمن. لا، حمض الهيرونيك ابدا ما بيعمل تقشير ولا يعتبر من الاحماض التقشيرية المعروفة، هو جدا آمن. حتى ممكن انه هو حاجة بتفرز طبيعي في الجسم بتعمل جس على شد الماء او جذب الماء كمغناطيس لخلايا الجسم. طيب كيف بيعمل، يعني كيف هي خاصية عمل الهيرونيك الموجودة في الكريمات والسيرم؟ يلا، هو الهيرونيك أسيد بيعمل على إنه يجذب الرطوبة من الجو المحيط بينا بالبشرة للبشرة، فبالتالي يعني بيزيد من الرطوبة أو من الطبقات الداخلية. عشان كده نحن لما نستخدم، يفضل لما بنكون عايزين نبدأ بروتين حمض الهيرونيك، إذا كنا نحن في بيئة رطبة فكده هنحصل على 100% من فائده، لأنه هيمتص رطوبة اللي هي الخارجية للخلايا حقتنا الوجه والرقبة خلايا البشرة. لكن إذا كنا نحن حاسين إن نحن عايشين في بيئة جافة، نحاول إن نحن نشرب ماء كتير عشان هو يمتص الماء من الطبقات الداخلية لسطح البشرة. النوع المفضل عندي من حمض الهيرونيك هو النوع اللي بيجي على شكل مضخة، عشان كده أنا بختار حمض الهيرونيك من مجموعة ناو، لأنه سهل إنه أنا أضغط المضخة، بقدر أتحكم من كمية السيرم اللي أنا عايزاها. أنا بستخدم حمض الهيرونيك السيرم يوميا، مرتين في اليوم، مرة في الصباح مرة في المساء. طبعا حمض الهيرونيك مع تقدم العمر بيقل تدريجيا انتاجه، فنحن بنحتاج انه نحن نضيفه للروتين حقنا، خصوصا لو يعني عاوزين نقي نفسنا من علامات تقدم البشرة اللي هي الخطوط والتجاعيد، خطوط دقيقة والتجاعيد. والناس اساسا بشرتهم جافة، يعتبر حمض اضافة حمض الهيرونيك للكريمات السيرم مع الكريم المرطب بيعمل فرق معهم جدا كبير في ترطيب البشرة الجافة والبشرة الحساسة كمان. بس ده كل اللي أنا حاباكم تعرفوه، تقريبا ده كل المفيد عن حمض الهيرونيك. أتمنى أنكم أنتوا تعملوا لي متابعة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأشوفكم إن شاء الله في ريفيو جديد في فيديو جديد، وفي أمان الله.